خليني اروح معاكم لفيديو مهم جدا، الكابتن رضا عبد العال بيتكلم فيه عن السحر والشعوذه، وانه ما دخلش لعيب طنطا غرفه خلق الملابس في مباراه مصر اللي فاتت عشان خاطر السحر والشعوذه. نسمع الكلام ده من الكابتن رضا عبد العال. سحر مرتبط من يعني اللي هي بتاعت السحر والشعوذه والكلام ده؟ يعني سحر مرتضى مع سحر رضا عبد العال. هنتفرج بكره الثلاث على ماتش كله شعوذه، وهنفرح ونتبسط يا جماعه. اسمع كده اهو تصريحات للكابتن رضا عبد العال. اتكلم في جزئيه كمان يعني اللي هي بتاعت السحر والشعوذه والكلام ده، وان انت ما دخلتش ليه اوضه اللبس والكلام ده. اول هام انا كسلت اروح الناحيه الثانيه، بعيد، واخد بالك؟ ده ملعبكم المفروض يا كابتن. والله العظيم كسلت. وبعدين الجو كان ولع، والملعب بدا فيه نسمه هواء، فاقعدوا هنا بدل ما تخشوا الاوضه تتولعوا كلنا نولع من الحر ومن اللعيبه خارجه، انت عارف طالع من جسمها بخار. يعني ده دخان كده خفيف كده، ما بالك بقى لو قعدوا في حته مكتومه، ده كورونا. فطبعا قلت لا نقعد هنا في الهواء عشان بس، فيقول لك لا السحر ومش السحر والكلام ده. لا سحر ايه بقى؟ ده فكر. وبعدين برضو اليوم اللي قبليها انت دايما يا كابتن في عندك فكر مختلف بامانه. والله حبيبي ربنا، والله يعني حتى في طريقه القائك للفنيات مختلف. وده هم طلعوه بقى ان ده ان انا لما قعدت في الملعب ان انا خايف اخش جوه عشان في سحر. والله العظيم ابدا. انا كسلت. لازم تقول لك السحر قال لك ما تخشش. عسل الكابتن رضا، عسل عسل، والله العظيم عسل. ده على قناة تن مع الكابتن المحترم صديقنا محمد فاروق. يعني الكابتن رضا بيقول مش معترف بالسحر اهو يا جماعه، ومرتضى يتكلم عن السحر ورضا بيتكلم عن السحر، وليله يوم الثلاث هتبقى ليله كلها عفرته في عفرته في عفرته.